سياسياً ومشوه مع وهو دليل أن حسابات بتاعه ممسوكة بصفة جدية ودقيقة وشفه. سنعقد ندوة صحفية لتقديم التقرير بكل وثائقه وبحضور السادة المحامين والسادة الخبراء وإطارات شركات نسمة باش نوريو الكذب الكذب الكبير واللي قاعد يتمارس على السنابيل القروي والاستهداف السياسي هذا وهل هل هل هالمحاكمات الشعبية اللي للأسف انخرطوا فيها أحيانا الناس في أعلى مستوى المفروض يحميه الدستور. وحسب الفصل 85 في أجل الأقصى يدوم 6 أشهر إذا كان هالجناية مش يكسروا له كرايم ويعفسوا عليه ويحاولوا يلانستريمونتاليز معناها القضاء ويعطيوا إشارة سلبية جدا للمستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب. ما هوش معقول باش إذا كان واحد يجي يعمل السياسة في بلاده لأنه هو مستثمر ويخدم في الناس ودخل فلوس للبلاد يولي محل هرسة له. احنا مناش نبيل القروي ليس فوق القانون واحنا كنواب قلب تونس لسنا فوق القانون لكن نحن ضد الهرسة له. تأكدين اليوم مباراة السيد نبيل القروي وكعلش يعني كانت بالنسبة لنا مفاجأة يعني عملية إيقافه واليوم نعتقد لكونه ككتلة نحن متمسكين ومواصلين في مسارنا السياسي وهذا ما عنده مش يكون حتى تأثير معنا على المسار الحكومي اليوم لحكومة السيد المشيشي باش نواصله في مساندتها. وكذلك اليوم يعني طبيعا اليوم نندد بالمحاكمات الشعبية اللي قاعد يقوم بها البعض من أشباه السياسيين اليوم سواء كان على منصات التواصل الاجتماعي أو في المنصات الإعلامية. ندافعوا زادة على السيد نبيل القروي منطلق كونه هو يحمل الفكرة وفكرة هذا الحزب واليوم اللي قاعد يتعرض له هو نوع من مسار قضائي اللي احنا نحترموه وفي اعتقادنا وعندنا ثقة انه سينصفه وينصفنا القضاء في الايام القليلة. فقضائي بامتياز لانه تم الاتخاذ قرار الايداع بالسجن طبقا للقانون وطبقا لمجلة التجريات الجزائية ونعتبر بأن هذا الملف لا يعالج إلا في إطار القضاء وهو الجهة الوحيدة المخول لها إدانة أو تبرئة نبيل القروي بدون أي ضغوطات من أي جهة كانت حتى وإن كانت هذه الجهات هي جهات سياسية أو حزبية أو رسمية. ونعتقد أنه تم توفير أقصى شروط المحاكمة العادلة وككتلة ديمقراطية وكحركة شعب طبعا تلقينا خبر إيقاف السيد نبيل القروي يعني التي هزت رأي العام لأن خبر غير عادي باعتبار أنه هو رئيس حزب ورئيس كتلة مهمة ما تعتبر على المستوى البرلمان وبالتالي هذا الخبر لا أعتبر أنه خبر عادي